بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسرنا في هذا اللقاء أن نلتقي بأعزائنا الطلبة الطلاب والطالبات لنبدأ على بركة الله محاضرتنا في مساق مبادئ محاسبة 2، وموضوعنا استكمالا لموضوع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها. وكنا توقفنا في المحاضرة الماضية عند الجزء الثاني من هذا الفصل، وهو طبيعة الأخطاء المحاسبية وكيفية تصنيفها والطرق المستخدمة في عملية الكشف عن هذه الأخطاء. وحكينا عن الطريقة المطولة ومعالجة هذه الأخطاء، وحكينا عن الطريقة المطولة والطريقة المختصرة. الآن إن شاء الله مش نثبت هذه المعلومات، بلزمنا نعرف إيش كيف نعالج هذه الأخطاء، وإيش يصلح معها الطريقة المطولة وما لا يصلح معها الطريقة المطولة، يعني بصلح معها الطريقة القصيرة. أولا أخطاء السهو. أخطاء السهو المقصود فيها إنه حدوث سهو، سهي المحاسب، نسي المحاسب بعد أن قام بإعداد قيد محاسبي أن يقوم بإثباته في السجلات. طبعا عدم إثبات القيد في المحاسبة في السجلات طبيعة الحال لن يؤثر على توازن ميزان المراجعة، لأنه أساسا لم يتم إثباته في السجلات، وهذا أمر معروف عند الطلاب وعند أي إنسان بفكر ولو شيء في هذا الموضوع. الآن مشان إحنا نفهم هذا الموضوع، مشان نفهم هذا الموضوع بشكل أفضل، خلينا نأخذ مثال مثلا ونشوف كيف أسلوب وطريقة المعالجة في هذا الأمر. أولا الأخطاء المتعلقة بعملية السهو، هذه الأخطاء المتعلقة بعملية السهو مثلا سهي المحاسب عن عمل قيد محاسبي بالكامل. هذا القيد مثلا اكتشف المحاسب يعمل في شركة النهضة على سبيل المثال أنه قد سهي عن إجراء قيد محاسبي، وهذا القيد كان يتعلق بعملية بيع بضاعة على الحساب. عملية بيع بضاعة على الحساب معروف القيد المحاسبي تبعها وبشكل واضح، هي عبارة عن من حساب المدينين محلات القدس مثلا إلى حساب المبيعات بقيمة 2500 دينار. لما المحاسب يسهى عن عمل هذا القيد ليس أمامنا إلا أن يقوم بعمله من جديد كأنه لم يتم إثباته، وبالتالي يقوم المحاسب الآن بإثبات هذا القيد من جديد، وبكون قيدنا المحاسبي من حساب محلات القدس أو من حساب المدينين محلات القدس إلى حساب المبيعات. الأمر واضح الآن بشكل جلي إنه هذا المسألة اللي هو إثبات القيد بشكل لم يتم إثباته من قبل. هناك نوع آخر من الأخطاء يسمى الأخطاء الارتكابية، ومعنى كلمة ارتكابية يعني المحاسب ارتكب خطأ في إثبات قيد محاسبي، في ترحيل قيد محاسبي. هذه الأخطاء الارتكابية ممكن تحدث بأكثر من طريقة، مثلا أخطأ في المبلغ، ممكن يخطأ في الحساب، ممكن الحساب أخطأ به بطريقة فنية خطأ فني، ممكن خطأ ارتكابي عادي. يعني كثير من الأخطاء الارتكابية ممكن نصنفها تحت هذا الاسم، وبالتالي إحنا الآن عشان نفهم هذا الخطأ، قد يكون خطأ ارتكابي مثلا لو جينا نتكلم عن المبلغ، يعني في مبلغ معين تم فيه عملية بيع وعملية شراء، ولكن المحاسب أخطأ في قيد المبلغ بقيمة أقل من القيمة الحقيقية، قيد المبلغ بقيمة أقل من القيمة الحقيقية، أو العكس قد يكون المحاسب قيد المبلغ بقيمة أكبر من قيمته الفعلية أو قيمته الحقيقية. المثال على ذلك صفحة 233، اكتشف المحاسب أن هناك خطأ في القيد المسجل بتاريخ 5/3 يتعلق بشراء بضاعة على الحساب من ناصر. قيمة المبلغ الحقيقي 553 اللي هو إيش؟ قيمة مشتريات البضاعة من ناصر. المحاسب لما عمل القيد اختل مع
الرقم وكتبوا بدل ما يكتبوا 553 وهو الرقم الصحيح كتبوا 535 كتبوا 535 جيد. طيب أصبح القيد المحاسبي صار مكتوب بقيمة 535 من حساب المشتريات إلى حساب ناصر. طبعا الرقم الحقيقي هو 553. من هنا يجب على المحاسب عند اكتشاف هذا الخطأ أن يقوم بمعالجته. يا ترى كيف نعالجه؟ في عنده طريقتين، في الطريقة المطولة حكينا عنها كتير والطريقة المختصرة. لو حكينا عن الطريقة المطولة معروف إيش المبدأ والقاعدة بتقوم عليه الطريقة المطولة، إن نقوم بإلغاء القيد السابق بنفس مسمياته بنفس مبالغ وبنفس مدين دائم بنفس الرقم، ما نغيرش أي رقم فيه ولا نغير أي مسمى، نمسك القيد السابق ونعمل عملية إيش إلغاء فيه. مثلا احنا كنا عاملين من حساب مشتريات إلى حساب ناصر، بنخلي حساب المشتريات دائم تلغي المدين تاع المشتريات، وبنغلي حساب ناصر اللي كان دائم بنخليه مدين. زي ما انتم شايفين امامكم الان هاي التصحيح الخطا بالطريقه المطوله، من حساب ناصر هنا صار مدين وحساب المشتريات صار دائم، يعني القيد هذا الغى القيد الاصلي المكتوب خطا. خلوا بالكم الارقام اللي هنا هي نفس الارقام الخاطئه اللي اتلغت في القيد الخاطئ. ما علينا الان الا ان نقوم بعمل قيد جديد بالقيمه الصحيحه 553 من المشتريات الى ناصر. واضح يا شباب؟ واضح يا بنات؟ كله مظبوط الحمد لله. الآن الطريقة المختصرة بدنا نفكر مع بعض بشكل فني، بدل ما نعمل قيد طويل وعاود نلغيه ونكتر من القيود في السجلات. واحد يفكر ولك أنا يفترى إيه الخطأ هو؟ أديش قيمة الخطأ؟ أديش قيمة الفرق؟ بسأل نفس السؤال هذا. والله الرقم الصحيح كان 553 والرقم اللي سجل فيه 535، يعني أقل مما يجب، أقل يعني سجلنا مشترياتنا أقل مما يجب. يا سلام، سهل جدا. قديش يا ترى احنا سجلنا اقل مما يجب؟ بقيمه الفرق بين 2. اطرح الفرق بين 2 بلاقي جواب 18. اصبح ايش بنعمل؟ قيد محاسبه، نزود مشترياتنا، بنقول من المشتريات 18 الى حساب ناصر 18، بصير مشتريات صارت 553 وناصر صار كام؟ 553 هو ايضا. وبالتالي بكون احنا ايه، احنا حلينا المشكله بطريقه سهله وطريقه سلسه. طيب ناخذ مثال اخر عكسي، إنه في هناك رواتب اندفعت قيمتها 1200 دينار، ولكن المحاسب اكتشف إنه القيد عمله مقلوب، بدل ما تكتب 1200 دينار رواتب راح كتب 2100 دينار رواتب، يعني زود في المرواتب وزود في المبلغ الطالع من الصندوق، وبالتالي هذا بيعمل فائض في الصندوق عندنا. طيب كيف نلغيه بالطريقة المطولة؟ سهل، اتفقنا نلغي القيد الأول الخاطئ ونسجل قيد جديد. وخلي بالكم لما نغلق القيد الخاطئ نلغيه بنفس أرقامه بنفس مسمياته، المدين تسحبه دائن والدائن بتحطه مدين بنفس اسمه بنفس مسمياته. هذه القاعدة بديش أظل عيد فيها لأنه صرنا عيدينها كتير جدا جدا. وبعدين نسبة القيد الصحيحة. طيب الطريقة الثانية، لما نجي نبص هنا بنقول والله أنت الرواتب قديش قيمتها الحقيقية؟ 1200. طب هو قديش سجلها المحاسب، أكثر ولا أقل؟ سجلها أكثر. اطرح 2100 من 1200 بيطلع الفرق 900 دينار. كيف بدي القيد هذا؟ بدي اخفض الرواتب واخفض الصندوق. طيب عشان اخفض الرواتب، الرواتب الحقيقيه مش 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 1200. كيف اخفض الرواتب؟ احطها من الطرف المدين احطها في الطرف الدائن، والصندوق بدي اخفضه، انا بدي ازود الصندوق، بدي ازود الصندوق انقله من الطرف الدائن الى الطرف المدين. أصلاً نعمل قيد عكسي، بنكتب 900 دينار من حساب الصندوق مشان نزود الصندوق، لأنه حساب الصندوق طلع منه حقيقة 1200 ما طلع منه 2100، وبالتالي بزود الصندوق بقيمة 900 دينار، بقول من حساب الصندوق إلى حساب إيش؟ حساب الرواتب. واضح يا شباب؟ مين عنده أي سؤال في الموضوع هذا؟ بعتقد الآن صار المسألة واضحة. والآن بنيجي على الموضوع الثاني، في هناك أخطاء ارتكابية جزئية. كيف جزئية؟ يعني مش كل القيد المحاسبة فيه خطأ، جزء فيه خطأ وجزء تاني فيش فيه خطأ. هذا لخمة هذه. كيف يعني؟ يعني المحاسب مثلا على سبيل المثال القيد الأمامي الآن، أنا القيد الأمامي الآن هو عبارة عن الآتي، إنه في محلات زياد سددت قيمة فاتورة كهرباء، قيمة فاتورة كهرباء 39 دينار. المحاسب مفروض يقول من حساب مصروفات الكهرباء فاتورة الكهرباء إلى حساب الصندوق بكام يا شباب؟ كام يا بنات؟ كام القيمة الحقيقية؟ أنتم شايفينها قدام عينيكم الآن هي 39 دينار. أصبح بكتب من حساب فاتورة الكهرباء إلى حساب الصندوق 39 دينار. ممتاز.
ايش راح المحاسب اخونا المحاسب ايش عمل؟ راح كتب من حساب مصروفات فاتورة الكهرباء 39، كتبها صح هذه، لكن اجى على الطرف الدائن من القيد كتب الى حساب الصندوق 93، انقلب الرقم معاه في الصندوق. يعني مع ذلك انه هو اثبت انه طلع من الصندوق 93 دينار، بينما واقع الامر طلع من الصندوق كان 39، قلب الرقم معه. يا ترى هذا الرقم بأثر على توازن ميزان المراجعة؟ نعم، لأنه طلع القيد المحاسب أساسا مش موزون. وإحنا قلنا أساس توازن ميزان المراجعة إيش سببه إيش أساسه؟ لأنه مبني على نظرية إيش؟ مين يقول معايا؟ مبني على نظرية القيد المزدوج. وبالتالي القيد المزدوج مدام مبني صح بيكون في النهاية ميزان المراجعة يجب أن يكون صحيح. من شان نصلح هذا الخطأ وهذا النوعية من الخطأ لا يصلح معها اللي هو الطريقة المختصرة أبدا، لأنه الخلل كبير والخلل مش متوازن والخلل في مشاكل كثيرة، وبالتالي لا يصلح معاه الطريقة المختصرة. إيش بصلح معاه؟ إنه نطبق الطريقة إيش المطولة. عشان نطبق الطريقة المطولة إيش هو مبادئها؟ على إيش بتقوم؟ بتقوم نلغي القيد السابق ونثبت القيد الصح. أصبح يجينا لغينا القيد السابق، قديش فاتورة الكهرباء كان 39؟ نحطها على الطرف الدائن، كان مدين على الطرف الدائن. الطرف الدائن حساب الى حساب الصندوق 93، بقول من حساب الصندوق 93، يعني برضو عملت قيد محاسب غير متوازن. ليش؟ مشان الغي القيد الاول الغير متوازن. واضح؟ فهمت يا شباب؟ مشان احل المشكله الخطا يعالج بطريقه مشان اصلحه، بعكسه كانه مش موجود، وبالتالي بعكس المدين مكان الدائن والدائن مكان المدين. وبالتالي في هذه اللحظه ايش صار معايا؟ صار عندي مصروفات الكهرباء دائنه ب 39، الصندوق مدين ب 93، كلا الرقمين شطبوا بعض الآن. وقوم الآن بإثبات القيد بالطريقة السليمة اللي هو من حساب فاتورة الكهرباء إلى حساب إيش؟ إلى حساب الصندوق. في نوع آخر من الأخطاء اسمه أخطاء ارتكابية جزئية في الحساب، يعني ارتكبنا خطأ جزئي في الحساب. مثلا على سبيل المثال إحنا طبعا هذا الخطأ لا يؤثر في توازن الميزان. يعني كيف خطأ ارتكاب جزئي؟ يعني مثلا أنا دفعت مبلغ معين لواحد اسمه محمود، ورحت سجلت بدل محمود سجلت محمد، ورحت مثلا دفعت مبلغ معين لواحد اسمه أحمد سجلت بدل أحمد حمد، سجلت بدل مثلا معين سجلت مثلا زين. يعني معنى ذلك أنه ممكن الشخص اللي أنا بتعامل معه سجل فيها مبالغ غير المبالغ ليش اللي أنا مفروض أسجلها معه. الآن لو ناخذ مثال موجود في صفحه 236 بنصلح الخطا الموجود، بنقول كالاتي: مثلا في تاجر اسمه مؤيد، اللي هو انتم بنعتبر حالك انت التاجر مؤيد، سدد مبلغ 250 دينار، سدد مبلغ 250 دينار. المحاسب ايش اثبته؟ ما اثبتهاش انه اعطى المبلغ لصالح، سدد ما سدد مبلغ صالح هو، لكن بده يعمل قيد تلخبط بين صالح وفي واحد تاني عنده في السجلات اسمه صلاح، التخم وسجل انه المبلغ كان اعطاله صلاح. ايش عمل قيد المحاسبي؟ من حساب صلاح الى حساب الصندوق. يعني غلط المحاسب، وبدل ما يقول من حساب صلاح صالح مدين ايش كتب؟ من حساب صلاح. طبعا صالح غير صلاح، كل واحد شخصيه مختلفه، وهذا الحساب وهذا الحساب في البنك، الحساب في مع الشركه. في الحاله هذه ايش هنعمل؟ الطريقه المطوله، هنمسك القيد الخاطئ ونقلبه، صلاح خلي دائن والصندوق مدين، أصبح اتلغى القيد كأنه لم يكن، وبنكتب القيد من جديد من حساب صالح 250 إلى حساب الصندوق 250. طيب لو بدنا نستخدم الطريقة اللي هي المختصرة، كيف طريقة استخدام الطريقة المختصرة في الحالة زي هذه؟ سهلة، أقول وين الخطأ؟ الخطأ مين هو؟ الخطأ وين؟ هل الصندوق فيه خطأ؟ لا والله ما فيه خطأ في الصندوق، صندوق 250 فعلا، بس الخطأ في الدائرة هذه اللي هو من حساب صلاح 250، من حساب صلاح 250. مدام هذا الخطأ الجزئية خطأ صلاح 250 حطناه في الطرف المدين هو غلط، بنقله على الطرف الدائن. لما نقل صلاح على الطرف الدائن إيش صار في صلاح الآن؟ راح المسح، مرة مدين ومرة دائن مسحنا بعضها. طيب مين هو الشخص المفروض أنا أسجل المبلغ هو أخده مني حقيقة؟ اسمه صالح، أقول من حساب صالح 250، وبالتالي بصبح القيد عندي من حساب صالح 250 إلى حساب صلاح 250. مين عنده أي سؤال يا شباب؟ انتوا كيف طريق تصليح؟ يعني بدل ما اتبع طريقتين وغير لبحال واعمل قيدين واتلخبط، قيد واحد بس بده شوية تفكير وشوية توازن في الفكر. طيب في عندي الآن مثال تاني في دفتر اليومية تبع شركة ساهر،
اشترى أثاث هذا الساهر، ولما اشترى الأثاث اشتراه من معرض أيمن بشيك، بهمنيش عاد اسم الشخص اللي اشتراه من عنده ما دام دافع المبلغ بشيك. قيمة الأثاث اللي اشتراها 816 دينار. ايش عمل المحاسب؟ 816 دينار عمل المحاسب ايش؟ راح اثبت قيد، بدل ما يقول من حساب الأثاث او حساب الأصول الثابتة، ايش حاكش كتب؟ من حساب المشتريات. هذا خطأ فني كبير يجب على كل محاسب ما يقعش فيه. من العيب انه المحاسب يقع في خطأ فني، لانه اذا وقع في خطأ فني زي هذا ايش بقول؟ بقول له مش فاهم مبادئ عملك، مش فاهم أصول النظرية بتشتغل فيها، مش فاهم قواعد المحاسبية، مش فاهم إيش الأسس المحاسبية المفروض تعرفها، مبادئ، الفروضات، الفروض، الأسس، المعايير اللي المفروض نشتغل عليها. وبالتالي هذا الخطأ من خطأ من المعيب إن المحاسب يقع في خطأ فني من هذا القبيل. إيش القيد عمله؟ لكن ممكن يحدث لخ ما صارت عنده حقيقة، قد يكون في تبرير كتب بقيد من حساب المشتريات إلى حساب البنك. لاحظوا هنا انه هذا ساهر وقع في خطأين، خطأ في قيمة المبلغ وخطأ وين؟ في اسم الحساب. ايوه خطأ اثنين. الخطأ الاول قال من حساب المشتريات الى البنك، مفروض من حساب الاصول الثابتة اثاث الى حساب البنك. الخطأ الثاني بدل ما يكتب 816 اختل الرقم معه كاتب 186، اجى رقم مكان رقم ثاني، يعني انقلب الرقم معه. التصحيح بالطريقة المطولة أصبح معروف، بنقول على شكل سريع لكم مش لازم نتذكر. نمسك حساب المشتريات مدين بخلي دائن، حساب البنك كان دائن بخلي مدين، أصبح هنا القيد التصحيح أيوه من حساب البنك إلى حساب المشتريات بنفس الأرقام السابقة، وبكتب القيد الصحيح من الأثاث إلى حساب البنك 816. حلو. الآن مشان أشتغل بالطريقة المختصرة، انتبهوا علي كيف، ركزوا معي شوي، ها أعطيكم برهة تفكروا. منشان أشتغل بالطريقة المختصرة باجي أفكر بقول يا ترى وين الغلط وضع هو؟ والله وقع في حساب المشتريات. طب صح، طب ما دام الخطأ في حساب المشتريات إيش بتعمل المشتريات؟ وقع في حساب المشتريات في طرفين، في قيمة في اسم الحساب وفي قيمة الحساب. أصبح معنى ذلك إنه هذا الرقم هو هذا، اسم الحساب غلط والقيمة غلط، القيمة غلط والمشتريات غلط. بدي امسك هذول الاثنين مع بعض اسحبهم، بدل ما يكونوا مدينة خليهم دائن. هاي صاروا في الدائن. طيب كيف اركب القيد؟ انا القيد الجديد قلت يا ترى الخطأ وين؟ الخطأ في اسم الحساب وفي قيمة الحساب. مشان الغي هذه الجزئية بالكامل، الرقم والاسم باخده بمسكه كده بجره بسحبه، بدل ما هو مدين وين بحطه؟ وين بحطه يا شباب؟ بحطه في الجانب الدائن. أصبح المشتريات اتلغت بالكامل كأنها انشطبت، هنا مدينة 186 وهنا دائنة 186، مش عايزين لا حساب مشتريات، لا عايزينها ولا عايزين مبلغها، لأنه اثنين غلط. أصبح بلغيها بالكامل. فهمتوا القاعدة كيف؟ ألغيتها بالكامل لأنه حساب المشتريات خطأ وحساب الرقم نفسه غلط، امسكتها من دير حاطيت دائن، انتهينا. الآن باجي أقول طيب إيش الحساب الصح؟ هل حساب مشتريات ولا حساب أصول ثابتة؟ أصول ثابتة كده رتبهاكم، يعني أصول ثابتة أصبح أصول ثابتة إيش نسميه؟ أثاث. أصبح حساب الأثاث بكون مدين، لما اشتري أصول ثابتة مش نقول حساب أصول ثابتة أثاث، قديش مبلغ صح؟ 816. هذا بنكتب هنا 816، هنا أصبح 816 حساب الأثاث مدين، وهنا حساب مشتريات دائن 186. أيوة القيد مش موزون، يا ترى اطرح لي هذا من هذا قديش بطلع الفرق؟ بطلع فرق 630 اللي هو حساب البنك. أصبح الفرق هنا بيكون هو قيمة المبلغ اللي مفروض إيش إحنا طلعنا شيك 816، لكن قديش إحنا طلع البنك هنا دائن بكام؟ دائن 186. قديش مفروض البنك يكون مدين دائن مفروض يكون دائن بكام؟ ب 816. اطرح الآن 816 من 186 بيطلع الفرق كام؟ 630. إحنا قديش البنك هنا دفع 186، لكن قديش مفروض البنك هو يكون الشيك صدر حقيقة كان بقيمة مبلغ بالكامل ب 816. أصبح 816 ناقص 186 اللي اندفعت اللي طلع فيها شيك، طلع شيك فعليا 816. فهم يا شباب ولا لا؟ الشيك طلع بكام فعليا؟ 816، لكن المحاسب التخم ضرب لخم. المحاسب قديش كتب إلى البنك؟ 186. أصبح لازم نعدل حساب البنك،
قديش طلع فلوس من البنك؟ طلع 816، لكن كتب انه طلع فلوس 180، كم الفرق بيناتهم؟ 630، بنكتب 630 هنا. اجمع القيد طرفي القيد المدين وطرف القيد الدائم بتلاقيه متوازن، هي 816 هي مدين، 630 و186 هنا بيطلع نفس الجواب 816، وبالتالي تحقق توازن هذا القيد، وبكون بالطريقه هذه حلينا الخطا ايش؟ المركب اللي صار في اسم الحساب وفي قيمه مبلغ الحساب. مين عنده أي سؤال؟ فاهمين؟ واضح الأمر؟ طيب، في نوع تاني من الأخطاء اسمه أخطاء ارتكابية جزئية معوضة. إيش معنى معوضة يعني؟ يعني حاجة عوضت حاجة، وهذه تحدث لكن حدوثها صحيح نادر، ولكن برضو في كتير نجد مع كثرة الحسابات وتعدد الحسابات وكثرتها نجد هناك تحدث أحيانا أخطاء بسموها أخطاء حسابية معوضة. إيش يعني معوضة؟ معوضة يعني على أساس إنه حاجة نقص عوضوا، أجالوا نقص في مكان، أجالوا نقص في حساب مخالف له، أو أجالوا زيادة في نفس طبيعة الحساب. يعني مثلا سجلنا أثاث ب 100 دينار، والأثاث كان المفروض 150، أصبح عندنا نقص 50، جينا في حساب تاني مدين زودنا ال 150 بالغلط، فصار النقص في الحساب هذا، زودوا حساب نقص وين؟ في حساب آخر مدين. طب لو كان العكس في حساب الدائن بكون عملية عكسية، بنطرح مش بنجمع. طيب مشان نفهم هذا الموضوع بشكل جيد، نقول مثلا ناخذ مثال صفحة 238. نقول اشترى شخص بضاعة من شركة العبدلي على الحساب، وقام بإجراء القيد الآتي. ايش كتب؟ كتب من حساب المشتريات إلى حساب محلات العبدلي. كم المبلغ اللي اشتراه البضاعة؟ اشتراه 120 دينار. سجل حساب المشتريات 120 صح، ولكن بدل ما يقول إلى حساب شركة العبدلي أو محلات العبدلي كتبها مش كتب 120، راح كتب 102، اختل الرقم معه. طيب في مكان تاني كمان، في يوم تاني، في وقت تاني، في تاريخ تاني، في عملية تمت عوضت الخطأ الموجود، القيد مش متوازن. لكن إيش اللي صار؟ جينا في تاريخ آخر يوم 25/6 راح باع بضاعة لمحلات خالد مبلغ 86 دينار، وعمل فيها قيد محاسب. إيش قيد محاسب اللي عمله؟ يعني من حساب محلات خالد إلى المبيعات. إيش كتب؟ محلات خالد بعنا له بضاعة بستة وثمانين، قديش خلى خالد مدين؟ 68. قلب الرقم معه. المرة الأولى المشتريات صح، التخفيض أجا في الطرف الدائن. المرة هذه التخفيض وين أجا؟ في الطرف المدين. التخفيض في الطرف الدائن يقابل تخفيض في الطرف المدين، مع ذلك انه هيطلع ميزان المرجع متوازن، لانه زياده تمت في الطرف الدائن، التخفيض اللي تم في الطرف الدائن قابل تخفيض في الطرف المدين، وبالتالي توازن الميزان اصبح مظبوط. طب كيف نتاكد من ذلك؟ تعال شوف مع بعض. حساب المشتريات هنا مدين 120، حساب خالد مدين 68، مجموع 68 زائد 120 كام؟ اجمع 120 زائد 68 بيطلع 188. طيب جيد، تعال الطرف الدائن 102 والطرف الدائن 86، مجموع الطرفين الدائن والدائن هنا 188. معنى ذلك القيدين لما انضمهم مع بعض، الخطأ النقص اللي هنا عوضوا نقص في مكان تاني لأنه في جانب آخر مختلف، وبالتالي أصبح القيد إيش؟ عوضوا خطأ متكافئ، ثم أخطاء إيش؟ المتكافئ. طيب هذا الخطأ المتكافئ اللي هنا والخطأ المتكافئ لا يمكن تصليحه بالطريقة المختصرة، لا يمكن، وبالتالي ليس أمامنا من مفر إلا أن نقوم بتصحيحها بالطريقة المطولة. وإحنا عرفنا كيف نصلحها بالطريقة المطولة، إيش نعمل؟ نمسك كل قيد عملناه ونلغيه ونثبت القيد إيش؟ الصح. ألغينا القيد الأول، إيش يلا مين يلغي معي القيد الأول؟ حنقول من حساب محلات العبدلي 102 إلى حساب المشتريات 120، من حساب محلات العبدلي إلى حساب المشتريات 120، يعني إلغينا القيد المدين خلنا دائن، والدائن خلنا مدين. حلو. الآن القيد الآخر اللي هو القيد الخطأ اللي قلنا فيه من حساب إيش؟ من حساب محلات خالد إلى حساب المبيعات. محلات خالد مدين ب 68، بدي أخلي دائن. باجي هنا بلغي، أقول من حساب هنا خالد كان مدين 68، بنخله هنا بخلي خالد دائن ب 68، المبيعات هنا دائن ب 86، بخليه مدين ب 86، يعني بلغي اثر قيد.
بنفس الرقم بنفس المسمى بقني بالقيد، المدين دائن والدائن مدين بنفس الرقم، ما نغيرش الرقم. وبعد كده نيجي نثبت القيود التصحيحية الصحيحة. قيد الأول الصحيح، اشترينا بضاعة كام؟ 220، أصبح بنقول من حساب المشتريات 120 إلى حساب محلات العبدلة 120. والقيد الثاني صح، بعنا بضاعة لخالد، هنقول من حساب محلات خالد إلى حساب المبيعات 100، حساب المبيعات 86. الآن في عنده نوع ثاني من الأخطاء اللي حكينا عنها قبل شوية، بسموها الأخطاء الفنية، وهي الأخطاء القاتلة، لأنه الخطأ الفني مفروض ما يغلطش فيه المحاسب. هذه الأخطاء تظهر، شو بيش بقولك، إن نتيجة قلة خبرة المحاسب. أي بقولك فيش خبرة المحاسب، نتيجة جهله بالقواعد المحاسبية، نتيجة جهله بالمبادئ، جهله بالفروض، جهله بالمفاهيم المحاسبية، جهله بكثير من الأمور. وبالتالي يجب أن يتمسك، نعرف إيش النظرية المحاسبية تعيتنا، نعرف إيش قواعدها، إيش فروضها، إيش مبادئها، إيش المفاهيم اللي بتنطوي عليها، وبالتالي نكون فاهمين حتى ما نغلطش في هذه الأخطاء الفنية، لأنه إذا غلط فيها المحاسب متهم المحاسب بالجهل وعدم الفهم وأمور كثيرة جدا. من هنا يجب الانتباه. مثلا إيش السؤال بقول هنا؟ إنه في محلات ربيع اشترت آلة، الآلة تعتبر أصل ثابت، قيمة الآلة 5500 دينار، اشترتها من الشركة الدولية على الحساب. راح المحاسب إيش عمل؟ أثبت العملية في السجلات، بدل ما يقول من حساب الأصول الثابتة الآلات إيش سماها؟ قال من حساب المشتريات. يا المحاسب مخ مسكر، قال من حساب المشتريات 100 مرة. بقول لكم يا جماعة، لما يكون في عنا أصول ثابتة بنقول من حساب الأصول الثابتة آلات، من حساب الأصول الثابتة سيارات، كذا كذا، هذه المشتريات. أصبح هنا المشكلة. كيف نعالج القيد هذا الخطأ بعد ما تم اكتشافه؟ يعني نقول نأخذ طريقة مطولة، إيش بنعمل؟ بنعكس القيد، المدين دائن والدائن مدين. أصبح بخلي الشركة الدولية مدينة بقيمة 5500، وحساب المشتريات بخلي دائن بقيمة 5500، يعني بعكس القيد من حساب الشركة الدولية إلى حساب المشتريات 5500. وبنقوم بإثبات القيد الصحيح من حساب الأصول الثابتة الآلات إلى حساب الشركة الدولية. طيب فكر مع بعض شوية، خلينا نعمل القيد بالطريقة المختصرة. دائما يدور في ذهنك إيش هو الرقم الصح وإيش هو الاسم الصح. الاسم الصح هو أثاث أصول ثابتة ولا مشتريات؟ مشتريات أصول ثابتة. أصبح على طول باجي على الطرف المدين وبكتب حساب الأصول الثابتة الأداتين. طب يا ترى الرقم الصحيح المفروض يظهر كام؟ اللي هو الصحيح الفعلي 5500. وبالتالي مكتب من حساب الأصول آلات إلى حساب، من حساب الأصول آلات بقيمة 5500. طيب حساب الشركة الدولية هنا صح ولا غلط؟ صحيح. صح، ما ليش نمسه؟ ما نلعبش فيه، ما نلعب فيه. هذا الحساب ال 5500 اللي كان غلط، غلط ولا صح؟ غلط. أصبح بتدلغي أبوه، بتدلغي كله، وبالتالي باخده كده من الطرف المدين وبحطه في الطرف الدائن. أصبح حساب المشتريات كان مدين غلط، بمسكه وبسحبه وبحطه في الطرف الدائن. أصبح هذا ألغى هذا، أنشأت حساب جديد اسمه الأصول الثابتة 5500. هذا الحساب ما لعبتش فيه لأن هو حساب صحيح. فالطريقة المختصرة وين كيف نعرفها؟ بتعالج المشاكل وين في مشكلة بتحلها. هذا حساب صح بنخليه مكانه، حساب غلط بنلغيه. طب لو كان حساب صح لكن قيمته غلط، قيمته مش صح، بنخلي الحساب مكانه بس بنسجل الفرق، الفرق بالزيادة بنخفضه، إذا الفرق بالنقص بنزوده، بس بنخليه في مكانه، بنشيلوش من مكانه لأنه هو وجوده في هذا المكان صح. أصلا بنخليه في مكانه إلى بظل، من بظل من إلى بظل إلى، لكن بنتعامل مع مين؟ بنتعامل مع الرقم نفسه اللي هو الفرق في المبلغ، يعني يا مدين أو دائن. يعني مثلا في خطأ في النقص بنزود المبلغ، إذا كان الخطأ فيه زيادة بنخفض المبلغ، لكن الحساب بظل في مكانه، المدين مدين والدائن دائن إذا كان الحساب ما فيش فيه مشكلة. وبننشئ الحساب الجديد الصح وبنلغي الحساب القديم. هتلاقي تلقائيا القيد توازن معنا بدون جهد، بدون حتى تفكير، القيد بشكل طبيعي صار متوازن معنا. هنا
أنا يعني بعتقد أنه خلينا نتوقف بلاش نثقل عليكم في الفيديو، أنه إحنا نوقف هنا ونخلي الأخطاء اللي تظهر في دفتر الأستاذ العام نجلها محاضرة قادمة إن شاء الله، مشان نكون عندكم فرصة بلاش نثقل عليكم في المعلومات. الآن يا شباب زي ما أنتم عارفين أنا نزلت لكم فيديو أنا واجب إلكتروني. هذا الواجب نزلته أنا من مين، لكن أنتم مش هتشوفوه على في صفحة الطالب إلا يوم الخميس. يوم الخميس تفتوا عليه وبشوفوه، يوم 18 أو 17 تقريبا بشوفوه يوم الخميس أو الأربعاء، هيفتح معه تلقائيا. وبالتالي هذا يعتبر امتحان كويز، اختبار قصير مكون من 10 فقرات. صح إيه؟ اختيار متعدد. اختيار ايش متعدد؟ هذا الاختيار متعدد تفكر شوية. أعطيتكم برهة تقريبا حوالي 30 دقيقة، يعني هو 10 فقرات وكأنه كل فقرة بتاخد 3 دقائق، هو الفقرة مش هتاخد أكثر من دقيقة واحدة، لكن أعطيتكم 3 دقائق مشان نفكر فيه. مطلوب منك نحل هذا الكويز إلكترونيا، موجود على صفحتك، افتح صفحتك بتلاقيه موجود عليه هذا الكويز الإلكتروني، بتحله وبتبعت الحل. أنا مش هتدخل في التصحيح، الكمبيوتر هيصحح مكانه وهيعطيك الدرجة تبعك. وبالتالي إذا جبت درجة أقل من 6 من 10 معنى ذلك بيكون وضع حرج. وبالتالي بدنا نجتهد وندرس كويس ونتأكد إنه الشغل تبعنا إنك أنت درست كويس. هذا الكويز اللي عملته يشمل جزء كبير من المنهج، فيه أخطاء وفي كذا، في جزء كبير من المنهج المحاسبي شمل أكثر من مكان، سواء في فترة ما قبل الأزمة وما بعد الأزمة. وهذا بيكون مفيد إنه في أكثر من جانب، إنك أنت بتمرن نفسك على الكويزات الاختبار هذا الإلكتروني، لأنه مشان تأخذ الامتحان النهائي إن شاء الله بده يكون عندك اختبار إلكتروني، أسئلة صح وغلط وأسئلة اختيار متعدد وأمور كثيرة لسه إحنا ما عرفناش بشكل دقيق، ولكن هذا مفيد إنه بيعطينا اختبار كيف يا ترى نحل الأسئلة الإلكترونية. طبعا انا عملت هذا الاختبار بحيث نسمح للطلاب اللي فيش عندهم كهرباء الصبح تيجي كهرباء في المساء، وبالتالي حتى مش اعطيت صباح ومساء، اعطيت تقريبا لمده يومين بحيث يكون عندك فتره صباحي وفتره مسائي وفتره صباحي وفتره مسائي، يعني عندك 4 فترات. وبالتالي الطالب مش هيكون عنده اي عذر تماما، لاني انا بقدرش افتح الجهاز مره ثانيه، هيسكر بشكل تلقائي، فيش في مجال، هذا مش واجب، هذا يعتبر امتحان، وبالتالي اللي بيحلوش معنى ذلك لا سمح الله هياخذ 0. فالكل ينتبه ويتابع النقطة هذه بالذات، إنه يترقب إنه حينزل له امتحان إلكتروني يوم الأربعاء ويوم الخميس، حينزل امتحان إلكتروني إن شاء الله مشان يحاول يحله ويجيب علامة ترفع الرأس بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم إن شاء الله يا رب نشفيكم من كل مكروه وما يصيبنا إلا كل خير بإذن الله، إحنا وياكم، وإن شاء الله نلقاكم على كل خير وبكل رحابة، ونشوفكم كلكم ناجحين وموفقين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.